معكم اليوم أنا وياكم بدنا نتأمل بخمس، خليني أقول أقوال إلوها قديسين عن سر التجسد. القديس إفريم السرياني بيقول: ما أفسدته حواء بتمردها أصلحته العذراء مريم بطاعتها. حلو كتير هالقول إخوتي، اللي بذكرنا بحواء بسفر التكوين، ومع سفر التكوين الجديد بذكرنا بالعذراء. هون منحس بالتمرد، وهونيك منحس بكل الطاعة. القديس إسحاق السرياني بيقول: عندما أراد الله أن يتجسد لم يجد رداء أن يرتديه أجمل من التواضع. أو الكون كان عم بيحكي عن مريم، عم بيحكي عن التواضع، هو لأنه هو أخلى ذاته. القديس إسحاق السرياني: أراد الله أن يتجسد فاختار رداء التواضع. وأنا وإنتو أي رداء عم نلبس إخوتي؟ نحنا بسر المعمودية منقول: ولا تسمح يا رب عند تعرينا من ثوب جسدنا هذا المنظور أن نتعرى منك، أنت الثوب الخفي غير المنظور، لكن كن لنا يا رب ثوبا جديدا ليبلى. يا من ترأف وتخلص جميع الآتين إليك ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. هذه كلمات تتقول أجمل رداء إخوتي لبسناه بالمعمودية. أو الكن بعدنا منتذكر أنه نحن بالمعمودية ولدنا من جديد. القديس جيروم بذكرنا كمان بقصة التجسد، بقول: لأجل خلاصنا صار ابن الله ابن الإنسان، عاش 9 أشهر في أحشاء البتول مريم. الخرق يعني لقماط وغير شيء لفته ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده، ارتضى أن يولد في مزود حقير ضيق. هيدا هو ابن الإنسان. أقوال للقديس جيروم. آخر مقولتين حبيت اختارهم اليوم وبنهي فيهم هالحلقة للقديس أغسطينوس، ليكو هالمقولة الحلوة: الذي لم تسعه السماء، الذي لم تسعه السماء سعته أحشاء مريم. هيدا اللي مش قادرة السماء، السماء والأرض مملوءتان من مجده، لم تسعه السماء سعته أحشاء مريم. وانت خي المؤمن عم تتناول جسد المسيح، عم بتحطه بقلبك، عم تحطه على لسانك، كيف عم بيصيروا؟ آخر مقولة لإفرام السرياني: إن عظامي تصرخ من القبر بأن العذراء بتول 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 إلى الأبد. إن عظامي تصرخ من القبر بأن العذراء بتول إلى الأبد. أمين.